صور ألوان نجوم مشاهير ميوزك ناو تخرق الأثير واكب العصر مع آلاف الأغاني العربية والكليبات العالمية اختصر اللحظات تحدى المسافات إيقاع العالم على شاشة تضج بالحياة ميوزك ناو مين قال إنه جمال المظهر والاهتمام بتجميل الوجه والجسم بينحصر فقط بالمرأة؟ ببساطة انتقلت عدوى التجميل إلى عالم الرجال ربما نزولا عند رغبة النساء بالمساواة لناحية النضارة والرشاقة والترتيب. واليوم أصبح لجمال الرجل عنوان، هو مركز ماجي نصار للتجميل، وهي بضيافتنا للحديث عن أمور شؤون وشجون الرجل. أهلا وسهلا فيك ماجي معنا. أهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك. وأنا كمان صراحة بس بدي نوه على شغلة، مركز للعناية والتجميل، العناية والتجميل كير سنتر قبل ما يكون هو سبا. نعم. والرجال مش بس عنده قصة التجميل، عنده احتياجات كمان بحاجة طبعا لها. عنده الحفاظ على، وعنده مشاكل كمان مثل الست طبعا أكثر. هلا أنت يمكن صرت ضليعة أكثر بحل هالمشاكل قد ما صار إلك بهذا المجال، يعني أنت عم تتعاطي ب عناية وتجميل الرجل من فترة طويلة إلى أن صار عندك هذا المركز المخصص ودائما بتجهزي بأجدد شيء ممكن يكون حول العالم. خبرينا شو أجدد شيء هلأ أضفتي، شو إشياء آخر المستجدات بعد آخر مرة تقابلنا فيها هون بعيون بيروت؟ في عدة إشياء دائما جديدة، يعني دائما في إشياء جديدة كرمال إزالة الشعر نهائيا، في دائما إشياء جديدة للي عنده كلف، دائما بتعرفي التطور موجود everywhere. نحن بنجيب كل شيء جديد على مشاكله اللي بدنا نعمل لها تريتمنت تاخذ نتيجه افضل وبوقت اقل، لانه بتعرفي الرجال عنده تايم اوت مش مثل الست، بتقدر تقسم وقتها، بيقول لك انه انا هالقد عندي وقت، عندي هالمشكله بليز حلي لي اياها لانه ما عندي وقت. مشكله الوقت كثير مهمه بالنسبه له اساسيه. مشكله الوقت ومشكله الضغط، للضغط اللي بيعاني كمان منه الرجل. اذا قصدكم ماجي ممكن نلاقي هيك فسحات من الراحه، شو السبل اللي بتقدموا له اياها تيرتاح اكثر؟ طبعا في، بتعرف الرجال بيقعد كثير بالمكتب، ما عنده وجع ظهر، ما بيعرف كيف لازم يقعد، يعني عندنا كل الموظفين ضلعين بكل الامور، في فيزيوثيرابيوت، استشاره مجانيه، بيجي بيحكي عن مشاكله، بيستفسر، في صبايا وفي شباب حسب هو مين بيرتاح. دائما القعدات الطويله والميتينجز اللي بيعملها الرجال بحاجه لوقت من الراحه يخصصها لحاله، هي منا فانتزا، هي العمود الفقري بيبقى اوقات عم بيعطيه سيجنال بليز ريحني بدي جلسه مساج او جلسه فيزيوثيرابي. سو هو من الاشياء الاساسيه اللي هو ما بينتبه لها. اوكي، هلا خلينا نبلش نقسم اذا بدك العنايه بالبشره فيما يخص الوجه، يعني بنعرف مثل ما انت قلتي على الشعر الزايد، طريقه الليزر الازاله على الابديه على الاخر، في الكلف، في يعني شو بتعملوا لنقول للبشره، ومن ثم بنرجع بننتقل للسبا والقصص الخاصه للبشره. في عده اشياء، يعني بنبلش بتنظيف البشره بس بنبلش نشوف شو المشاكل اللي عنده اياها، يعني يعني ممكن يكون عنده كلف يلي هي البقح السوداء، ممكن على السكي، ممكن على البحر. هو مثل المراه يعني بتكون بهال، ايه بس المراه اكثر بيكون التعرض تبعها بيكون من وراء الحمل، هرمونات هو كمان، بس اكثر التعرض للشمس بتكون عنده، فبتحس البقع حمراء اكثر من الداكنة عند الرجل، حسيتي على الحليقة دائما بضل محسس البشرة عنه. هيدي بالنسبة للشعر، بتبقى الجلد كتير ناعمة والشعرة كتير قاسية، مع انه سماكة الجلد عند الرجال بتبقى اكيد اسمك بكتير من سماكة الجلد عند الست، لانه محضرة ليكون على طول عم تنحلق و تيهتم فيها. اكيد عندهم مشاكل اكثر، يعني بيلبسوا كلهم كرافات وبيتقموا، سو الحبوب اللي بتطلع هون صح. بتعرفي كل شاب او كل رجال عاده معود يكون مرتاح عند الحلاق، ما معود انه يكون في عنده مركز له بعد ما تعود، هلا بلش يتعود، سو بيروح عند الحلاق بيعمل ديني نخيره، رقبه من قدام الرقبه من ورا، بيعمل ووكس،
بحسهم إشي عادي لأنه حلاق. هلأ بلش يعرف أنه في مركز مختص فيه، كمان في يعملهم نهائيا بدون ما يشيلون ويتعذب. طيب خلينا نحكي بالنهائيا للي عنده مشكله بالشعر، خاصه رابع بين على عيونه او على راس خده ورقبته، شو حلهم النهائي؟ كمان في الاي بي ال سكند جنريشن اللي هو ويف، بتاخذ جلسات اكثر من الليزر، بس اهم من الليزر لانه فيها سكن ريجوفينيتنج، يعني بتجدد الجلده، يعني هو عم بيشوف انه الجلده تبعه عم بتصير احسن، وفيها نضاره كمان، يعني في لها النيجاتيف سايد انه بدها جلسات اكثر لانه بتحافظ على الجلده، والحسنات الجود سايد انه عم تجدد له الخلايا كانه عم يعمل تجديد كولاجين. طبعا اوكي، هلا نفس الماشين بتزيل الشعر تنقول ازاي؟ بتعرفي مرات الرجل بيكون في عنده الدينه والمناخير، او المناخير، فنفس المكنه ولا لا؟ لانه ما في هون سكن او مساحه معينه لانه مخبيين، على مش مضطرين وللوجه هي ذاتها، بس بتختلف، بيختلف الدوزاج تبع الانتنسيتي، قد ايه بدك تقويها وقد ايه بدك تخففيها. والجسم مثلا بياخذ جلسات اقل من الوجه. سو كمان بتختلف المنطقه اللي عم نشتغل عليها، عم تتعالج. ماجي كان عندك مشاركه بانشيب، واكيد انشيب هذه التظاهره الجماليه تقدمت كمان من خلالها افكار جديده وماشينات كمان جديده، استفدت منها على صعيد الافكار والمكانات قبل ما نحكي عن الشغل الخاص فيك تحت. دائما بتستفيدي من كل شيء، ولبنان من اهم المعارض اللي صارت عالميا، يعني صاروا بيدعوا اللبنانيه يطلعوا يحطوا مكاناتهم برا، ان كانوا هن وكلاء ولا ان كانوا هن عاملين المكانات. سو لبنان بكل فخر من اهم بلدان العالم، وبتعرف استاتستيك التجميل والاهتمام بيلحقوا الست والرجل اللبنانيه، يعني السياحه التجميليه هلا صارت من حتى على التوب ليست، عرفتي انه بيقصدوا لبنان كرمال هذا الموضوع، خاصة انه انشيب هيدي يعني فرصة حتى الواحد تو سبريد ذا نيوز، مضبوط، العالم تعرف فيه اكثر وتشوف شو في عنده وتستفسر، وحتى التجار يتعرفوا على بعض، المراكز يتعرفوا على بعض، الكونسيومر بيجي. هلا نحن في عندنا بعض الصور زوتينا فيهم تنشوفهم، وبركي بتشرحي لنا على كل صورة تحديدا شو كان فيه. هذا في الكورنر الخاص فيه، هيدا الستاند الخاص فيه اللي هو رود تو مان مينتننس، يعني طريق للصيانه، والطريق في دواليب داخلي، كله دواليب. ايش على دواليب عم بقول؟ قدام اذا بتشوف بدك تحرقي كنت بدك تعترضي على شيء. لا بدي حافظ على السياره، السياره بلا دواليب ما بتمشي، وكنا عم نفسر للرجال على طريقته الخاصه انه هو بحط انفستمنت كثير كبير بالسياره، وبخاف عليها اذا عطيت سينيال، اذا بدها زيت، اذا بدها فلتر، بدها تغيير دواليب، اذا المي رايحه، البوجيات، الامورتيسور. كمان جسمه كرجل بيعطي زيت السيجنال، يعني اذا عنده وجع ظهر، وزنه زيت، بصير عنده ديسك، اذا عنده سواد تحت العيون، اللي المي كمان ممكن يكون اشياء وراثيه، ممكن يكون عنده وجع بمعدته بمصارينه، بتعرفي حبيت نسبة كتير الاكل هيدي بقى هيدي، بس هيدا التشبيه الصغير تنحكيه على طريقته. نعم انه جسمه كمان فيه بطاريه. الكومباريزون اللي عملتيها انت كثير حلوه، لان بعرف قد الرجل بيهتم بسيارته كثير، بغنجها يمكن اكثر بكثير من حبيبته، بينما لما بتعملي انه الجسم هو بتشبه كثير سيارتك ولازم تنتبه لها. ونحن هون شفنا بشوي مرق ارقام التليفونات وكل الكوردونيه اللي بطريقه التواصل من خلالها، يعني حتى لو حطيناها رقم المحل. طبعا وكمان في فيسبوك ما هيك وتويتر. ايه فيسبوك كمان بيوتي فور مان دائما بنزل تيبس وشوفي اشياء جديده، والأوفرات الشهرية اللي بتقدمها نقدمها بالستاند. الفكرة كتير حلوة ماجي، كانت فكرتك من الأساس، لأنه أنا كمان بعرف بتشتغلوا أنتو كجروب دايما، والأشخاص اللي بيساعدوك. أنا عندي بورد، وعندي حدا بيشتغل لي للسوشيال ميديا، وعندي حدا إيفنت بلانر، عندنا الأكيب اللي كله بيوتي فور مان. تينجح بيوتي فور مان بدك أكثر من طبعا كذا إيد مجتمعين، وإيه الفكرة حبيتها كتير وقررت إني أنزل فيها، لأنه عملت ستاتستيك
ونزلت جراجات ونزلت محلات وحكيت كثير مع الكلاينتس عندي. بقى حسيت انه ذا رود تو مان مينتنس بما انه مان موجوده بمنتنس كثير حلوه. لا بس انه في الفكره عرفتي الفكره قريبه للرجال، يعني بتعرفي نحن وصغار كانوا يعطوا البوبي للبنت تتلعب فيها والسياره او الكاميون للصبي او البارودة. هنيك عندنا هيدا الولع ان شاء الله نضل هيك يعني دو السياره والبارودة. ماجي قد ايه نجح المعرض؟ قد ايه نجحت الفكره؟ قد ايش قدرتي من خلال انشيب توصلي صراحه شغلك؟ اذا بتحكي مع جماعه الانشيب بيقولوا لك الاورجنايزرز انه اذا كانوا بدهم يعملوا فوت لاهم ستاند ككرياتيفيتي وكديكوراسيون كان الستاند تبعي بيربح، لانه كثير حبوا كيف تحكي الشخص على طريقته، يعني الشاب والرجال مش رح احط له متلا او الكابين عم ينعمل مساج ولا فيشل، مش هاي الايديا، الايديا انه هو لازم يهتم بحاله، عنده حاجات. والتشبيه كان بالسياره لانه ولعه وشغله كثير اساسيه ومهمه بالنسبه له، سو كنا عم نحاول نحكي على طريقته لانه بعد ما كثير عنده المام بالامور، يعني كلهم بعدهم عندك 60% من الرجال بيفتكروا انه اذا راح على سانتر ليهتم بحاله نقصت رجوليته، رجوليه ما في شيء بينقصها، الاهتمام بالشكل وبالمنظر وبالمضمون، يعني حتى الاشياء اللي بنعملها ديزون بيديكيور للاجرين هي كاساسها صحي، لانه اذا ما بتمشري دورة دموية ممكن يصير عنده فاريز، إذا صار عنده فاريز بيصير عنده جلطة. لا بتعرفي شغلة ماجي، يعني بمرات كثير أنت اللي عم تقولي كثير صح، مشان هيك بروح على المراكز التجميلية بركي الميكست أو الخاصة بالنساء بتشوفيه بفايت مستحي ومثل ما بقولوا بعد الدوام، أو نحن هون عم نقوله في مركز تجميلي خاص فيك، يعني بطاقة الظهر بتفوت أنت براسك برفوع والأشياء كلها متاحة لك بس لخدمتك، يعني لحتى تكون أنت مزبوط. أكثر راحة. مركز للعناية والتجميل، يعني شو ممكن يكون عنده مشكلة ممكن نحل له إياها، والاستشارة دايما مجانية. أنا دايما بطلب منهم بما أنه أنا أول مركز فتح بلبنان بالميدل إيست للرجال، دايما بطلب منهم شو عندكم إشياء ناقصتكم، شو عندكم شو بتحلموا، يعني بتعرفي في حكمة كتير بيبعتولي بكون عنده مشكلة الرجال مثلا ليزر بده يشيل، عنده مشكلة بيت الشعر شو بيبعتوا الحكيم كرمال يشيل ليزر لأنه عنده هالمشكلة. نعم. أو مثلا يعني قبل عملية جراحية قصديك؟ قبل ما يوصلها من بعد لا حتى من بعد وقت اللي يتعرض له. أو مثلا عندك ولد عمره 17 سنة معقد من الحبوب الطالعة بوجهه أو بظهره، ليه بده يوصله لمرحلة إنه يصير عنده سكارز يعلم؟ صحيح. العلامة كتير ثقيلة. شو عندك ليش لحب يعني حب الشباب؟ حب الشباب في عنا تنظيف البشرة وفي عنا تريتمان خصوصي للبشرة المدهنة اللي بتبقى إفرازات حب الشباب حسب عمره، وفي عندك ناس في عندك رجال بعمر ال 40 بيبقى ما بيعرف انه البشره مزيته، يعني بصير كل خمس دقائق فايت عم بغسل وجهه بس ما عنده الانفو انه هيدي بشره مدهنه، ما في بيكفي انك تستعمل كريم او تعمل جلسه. طيب ماجي اذا بنضلنا باجواء ان شيب لانه هلا عندنا كمان مزيد من الصور نشوفهم، قديش حسيتي في اشخاص عم يتعرفوا على الخدمات اللي بتقدموها لاول مره؟ في كثير صراحه، في كثير ما كانوا عارفين بالسانتر، وفي كثير حبوا الفكره، وفي كثير حبوا الابروش اللي عملناه باي طريقه عم نحكيهم فيها، وفي كثير استفسروا، في كثير اجوا. بقى انا كثير انبسطت من المعرض صراحه، وكثير حبيت انه الرجال بلش يصير عنده الثقافه ويحس باحتياجاته اللي كان هو denying، يعني عم بيحاول انه ينكرها انه مش موجوده، يعني ان كان عنده وجع رقبه ولا وجع كتاف ولا حبوب ولا شعر زايد ولا شو ما كان، قبل كان يقول معلي ماشي الحال. هلا كمان الست مطلبه، يعني اذا بده يعمل ستاتستيك قد ايه الست بتطلع اذا عنده شعر زايد او اذا عنده سواد تحت العيون، أغلبية الستات بتطلع إنه عنده سواد تحت العيون ممكن يكون بيتعاطى، ممكن بدخن كتير، ممكن منه صحي أكله، منه صحي خاصة إذا هي كتير بتهتم بهالأمور،
لا مش مظبوط. فبين ما يكون شريكة يمكن على نفس الليفل أو نفس المستوى على سيرة التدخين، عندكم شيء كمان لحتى يساعد الرجل يوقف تدخين أو الإقلاع عنه؟ في عدة أشياء، في كل شيء بيختص بالرجل، ما عليه غير يجي ويستفسر. أوكي. يعني حتى بالمجان حتى ومجانا طبعا مجانا، خاصة أنه بحاجة لمركز أنه يفيده. يعني أنا بحط تيبس كتير على الفيسبوك